كل ما الطفل نحبوا له العلم والتعليم هذا باش نحبوا يا جماعه الخير كاين جمله امور وعلى بالكم كي تدخل الاسر كاين كثير من الاسر يديروا لاولادهم ميكي وصور وصور تاع لي فوتبالور وكذا الى اخره موجوده هذه ولكن ما عندوش صور العلماء ما عندوش صور نتاع القمر ولا نتاع الشمس ولا نتاع الطبيعه ولا اللي تخليه يتامل ويحضر بسبحانه عز وجل ما يكون هذا الشيء وما عندوش مكتبه ولو صغيره هكذا مكتبه صغيره وحنا للاسف يعني احنا لي صالون تاعنا طبعا ماشي كامل معمر غير بالكؤوس والفناجل ومش عارف ايه ولي سيرفيس سيرفيس نتاع الماء ونتاع القهوه ونتاع الكازوس ونتاع لاتاي ونتاع الارتيزان وتربح ويشوفوا شويه مصاحف هكذا في الزينه وشويه كتب كتاب فتح الباري مش حمراك يعني ربي يغفر لك يدخل هكا الضيوف اللي ضيف عند الناس اللي نعرفهم مليح كيش نقولوا هذا كتاب كاش ما نحيت له غبار ولا تباصه ترفدهم ومره قلت له حبابك كل ما ترفد تبصي ارفد صاحب البخاري على الاقل سوي بينهما يعني سوي كي ترفد الكؤوس باش يشربوا الناس القهوه ولا ارفد مع صاحب البخاري ما تخليش ثم فقط يعني للزينه العلم اثنين حفظ القران الكريم أو قلناها قبل حين كي قال القرآن الكريم العقل نتاعو بإذن الله تعالى سيكون قويا وما يخافش أيضا ما يخرفش في نهاية العمر نتاعو علاش ذكرت هذه القصة باش الناس تحافظ على القرآن أكثر ثالثا الرعاية الصحية يا أخي يقولوا العقل السليم في الجسم السليم إيه علاش النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم أحاديث كثيرة علموا أولادكم كم السباحة أو الرماية السباحة ركوب الخيل أحاديث تطرا في هذا الباب لأن العقل السليم حقيقة في الجسم السليم وكنت نتكلم عن الرعاية الصحية نتكلم حتى عن التغذية السليمة التغذية السوية طبعا في حدود الطاقة والإمكان والحمد لله أن الغذاء القوي المقوي الجسم هذاك الغذاء رخيص سبحان الله والآن رانا في صراع كبير مع الطبيعة ورانا نسمعوا في هذه الايام الاخيره والسنوات الاخيره نتكلموا عن الطب البديل والطب الاصيل ونتكلموا عن فوائد الزيتون زيت الزيتون وفوائد الشعير وهكذا ورحنا في واحد المتاهات يا لطيف يا جماعه الخير الماكولات هذه المعاصره وبعدنا على زيت الزيتون وبعدنا على التمر وبعدنا على البن وبعدنا على الرايب وبعدنا على القمح والشعير ودخلنا في متاهات خطيره وخطيره جدا مره احد الاطباء الجزائري دار محاضره على الماكولات خطوره الماكولات المعاصره لي كونسيرف هذا وكذا وكذلك اثرها السلبي على الصحه وانت السرطان والهموم هذه كامل كبيره وبعدين كي بدا يتكلم عن الغذاء التغذيه السويه السليمه الخير والملح حنا الله يبارك فيك كي تاكل طعام سوتو في الجفنه وحده الله يبارك كيما سوتو ديروا انتم بعضكم الصحه خاطركم تباصر حبابكم والله العظيم تباصر فرقونا كاع كل واحد يرفض تحس تاعو هذا في الكولوار هذا في البالكون هذا اللي هي هذا اللي هي الجفنه هذيك الله يبارك يا سيدي وفيها البركه وفيها ما شاء الله اليس كذلك فبالتالي اذا الرعاية الصحية والتغذية السوية رعى الرياضة خمسة الاستقرار والهدوء وعلى بالكم لا يمكن الإنسان باش عقله يخدم إذا كان ما كانش في حالة من الهدوء والاستقرار من هنا نقول رسالة موجهة للأسرة الأسرة إذا كانت مستقرة ولدها يكون عندهم عقول كبيرة أما إذا كان الأسرة المضطربة التي صارت جحيما لا يطاق أكيد الأولاد ما يكون عندهم تربية عقلية قوية الله غالب لأن الاضطراب والفتن والصراعات والنزاعات الأسرية تضيع الأوقات وتدمر الطاقات العقلية إذا ما هبلوش لا بأس فضلا عن مساوي أخرى أن الأولاد يخرجوا من الأسرة بحثا عن الدفء والحنان يلقى روحه ربما في متاهات أخرى يلقى روحه مع رفاق السوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. سته التشجيع الابتكار والابداع. لازم الصغار عندهم طاقه الان خاصه في الامور الاعلام الالي وكذا وعلى بالكم الصغار يعرفوا خير منا. اليس كذلك؟ تعطي واحد الله اكبر تعطي واحد كيما هذا يجونغلي به تعطي واحد كيما هذا الله يبارك كيف كيف
تحوس في البارابول يسلكوها ما شاء الله، عندهم قدرات وقدرات عجيبة جدا، ولكن يحتاج طبعا إلى رعاية وإلى ترشيد وإلى توجيه.